أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. إحنا اليوم حنعمل طبق كتير كتير مشهور ومميز والكل بيطلبه، اللي هو المعمول. إحنا حنعمل معمول بالفستق وحنعطيكم بعض الأفكار أثناء الحلقة لتجهيز عدة حشوات. نستعرض مع بعض المكونات اللي حنحتاجها لمعمول الفستق. طبعا المعمول مشهور او معروف عنه دائما، في عنا انواع كثير على فكره من المعمول، بس المعمول التقليدي اللي بنعرفه احنا بنستعمل فيه السميد. في ناس كثير بيستعملوا هلا الطحين، بس اساس المعمول استعمال السميد. احنا عنا سميد خشن وسميد ناعم وسمنه، وعندي ماء زهر وماء ورد ومي. هذه المكونات اللي حستعملها لتجهيز عجينه المعمول الخارجيه. بالنسبه للحشوه اعزائي، حنستعمل فستق حلبي يبقى عندي مجروش بهذا الشكل. هحتاج سكر وشوية ماء الورد أو ماء الزهر حسب رغبتكم، وللتغطية بعد هيك حنرش السكر الناعم البودرة على المعمول. استعرضنا مع بعض المكونات، وفي نهاية الحلقة بتلاقوا الوصفة مكتوبة، فيكم ترجعوا للمقادير بالكوب وبالملعقة بشكل كتير لطيف ومريح لاستعمالكم. نتكلم شوي عن المعمول. طبعا المعمول يرتبط عادة بالأعياد، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، دائما أيامكم حلوة وسعيدة، بس ممكن ناكله طول أيام السنة. وبيبقى كتير مفيد على فكرة أنه نقدم دائما المعمول للأطفال، لأنه ما تنسوا أنه السميد بيبقى غني بقيمة القمح الطبيعية، مش زي المخبوزات والأشياء اللي فيها طحين أبيض. فدايما انتبهوا لهذه الفائدة. وطبعا الحشوة بتبقى سواء تمر سواء فستق سواء جوز، بتبقى برضو فيها قيمة غذائية حلوة لكل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال. إذا أخذوا معمولة على المدرسة محشية بتمر أو فستق، بتبقى أفيد لهم من أي بسكوتات أو شوكولاتات بيأكلوها أثناء البريك في المدرسة. وطبعا للدوام، لأي بريك بتقدروا دائما تعتمدوا أنكم تأكلوا المعمول. نتحدث أعزائي عن تجهيز العجينة. وصفات المعمول كتيرة، وإحنا في مطبخ منال قدمنا عدة وصفات، فيكم ترجعوا إلها على موقع منال أونلاين وتختاروا. كل ناس بيحبوا أسلوب معين، حبة المعمولة نفسها بتختلف من وصفة لوصفة، من طريقة لطريقة. بتحبوا تحسوا بطعم السميد، بتحبوا ناعم، بتحبوا خشن، في كتير أذواق لموضوع المعمول. وصفتنا اليوم كتير مريحة. حنبتدي بتجهيز العجينة قبل بليلة إذا في مجال أو عدة ساعات. أنا هحتاج أسخن المي مع ماء الورد وماء الزهر. هون شوي إحنا عنا الوصفة مختلفة عن كل الوصفات اللي قبل قدمناها. عندي المي مع الزهر وماء الورد، هخليه يسخن على درجة حرارة يعني يدوبك يعني يبدأ يغلي، بدي إياه سخن كويس يعني، عشان إضافة المي السخنة هي اللي حتخلي لي حبات السميد تفتح وتعطيني الطعم المميز لوصفة المعمول. يبقى لبين ما المي والماء الزهر وماء الورد يسخنوا نبتدي نشوف خطوتنا التالية. في وعاء الخلاط هحط السميد الخشن. طبعا احنا عم نعمل كمية صغيرة يعني، ولكن اذا فيكم تضاعفوا وتعملوا دبل المقدار، يعني نتذكر احنا لما ماما تعمل المعمول تعمل اقل شيء 12 كيلو 15 كيلو هيك اشي، بس طبعا حسب حركتكم انتوا واستهلاك المعمول. واذا احنا عنا خطة انه نعمله للعيد فيفضل انه ينعمل طبعا بكير. في عنا اضافات كتير للمعمول، انا اليوم ما ححط اي اضافات. في ناس بيحبوا يحطوا المحلب وفي ناس ما بحطوا اي شيء، عشان هيك يا جماعة دائما احنا عالم واسع سبحان الله، والاذواق كتير ومن بلد لبلد بيختلف، فحبينا نقدم المعمول الكلاسيك الستاندرد، عشان هيك فرصة انكم تتعرفوا عليه. ما بنحط له أبدا أي طعم بالنسبة للعجينة. كنا بنحط، في ناس بحطوا المحلب زي ما قلنا، في ناس بيحطوا خلطة الكعك، ما حنحط شيء أبدا. عندنا كمية بس من الماء الزهر وماء الورد. ابتدت المي تأخذ هالغلوة عندي، خلاص بشيله عن النار وأضيفه مباشرة. بس خلوني أبتدي أشغل عشان يختلط مع بعض على طول. يبقى أضفنا السميد الخشن، الناعم، السمن، ماء الورد وماء الزهر والمي، وأسيبه لغاية ما تتكون عندي عجينة ناعمة شوي.
أعزائي، عجينة المعمول أصبحت عندي جاهزة، وعايزة أقول ملاحظة كتير مهمة عشان ما تقلقوا أنتم بتشتغلوا، هي حتبقى لينة شوي. حنشوف مع بعض كيف بيبقى قوامها. لاحظوا كيف فيها الليونة هيك شوي، ولكن بس ترتاح حتختفي هذه الليونة. ليش؟ لأنه حبة السميد زي ما ذكرنا حتمتص السوائل اللي أضفناها والسمن. بسيبها هلأ بغطيها بأي فوطة عندي واسيبها عدة ساعات أو طوال الليل حسب وقتك وحسب ما في مجال عندك. وانت دائما لما بنعمل معمول بنحاول نخطط وقتنا يبقى مرتاح، ونعمل حسابنا انه بده يرتاح المعمول نفسه وقبل ما نشتغل. عندي هون عجينة جاهزة حنخليها على جنب ونبتدي اعزائي نجهز الحشوة. الحشوة تجهيزها كتير بسيط، مجرد حنحط ماء الورد او ماء الزهر وحنحط السكر، حنقلب كل هالخلطة مع بعض. يعني بس مجرد ما الواحد يشم ريحة المزهر مع الفستق وريحة السميد خلص بننتقل إلى عالم آخر من الذكريات والأوقات الحلوة. وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله دائما أيامنا أعياد. يبقى الحشوة عندي جاهزة حخليها على جنب، العجينة جاهزة. عندي هون سكر مطحون، هذا حخليه على جنب برضو ما حستعمله هلأ، حيستعمل في آخر خطوة. ونبتدي نجهز أعزائي الصينية. عم بستعمل صينية قصيرة الحافة عشان طبعا يأخذ المعمول تحمير على كافة الجوانب. وعندي هون قوالب المعمول ممكن نستعرضها سوا، عنا بيبقى كذا تصميم بهذا الشكل. هذه الأشكال اللي هي الطويلة هي المخصصة لقوالب أو المعمول الفستق. كل تصميم أو كل، مش التصميم نفسه اللي في الداخل بنلاحظ فيه تصاميم مختلفة، لا، القصة الخارجية بتميز هل هذا القالب للفستق أو للجوز أو للتمر. أنا كان مفروض أجيب لكم بقية المجموعة، بس أنا قلت خلينا نركز على قوالب الفستق. بس قوالب التمر بتبقى مدورة، قوالب الجوز بتبقى هرمية شوي، حسب ما أنتوا بدكم بتقدروا تستعملوا. طبعا في ميني وفي كبير وفي صغير زي ما بتحبوا. نبتدي أعزائي المشاهدين ناخد قطعة من عجينة معمول هيك، نعجنها بإيدنا شوي، وحسب حجم القالب اللي عم تستعملوه. طبعا نعمل أول مرة تجربة عشان نتأكد إنه القالب عندنا مزبوط. بس ما تقلقوش، كل هذه الأمور فينا نعالجها وإحنا بنشتغل مع بعض. كيف نعمل الكبة؟ بنعمل تجويف هيك صغير في قرص المعمول ونبتدي نحط الحشوة. طبعا حلاوة المعمول انه كل العيلة يقعدوا يشتغلوا سوا، وهي اللي بنقول عليها احلى ذكريات للواحد، انه جمعت العيلة ليلة العيد. عنا هيك شكل المعمول، وببتدي اطرق اذا عندي على الكاونتر او اي قطعة بحس انها مريحة، ممكن طرف الطاولة عندي هيك اطرق طرقة خفيفة فبينزل قرص المعمول بهذا الشكل عندي. هل بتحبوا نعمل واحدة تانية تبقى الامور واضحة؟ كتير بسيطة، هاخد قطعة من العجينة. يفضل دائما انكم ما تكتروا العجينة وكتروا الحشوة، يعني هيك خلي عشان اللي بياكل يلاقي فعلا طعم الفستق عندنا كمية كبيرة. يبقى بنضغطها بهالطريقة، نتأكد انها كلها مقفولة كويس. اهم شيء يا جماعة انه ما يكون عندي الحشوة باينة عشان ما تنحرق اثناء الخبز، تبقى متساوية بالشكل هذا. وناخد على طرف الطاولة ونطرقها بهالطريقة، بنحطها متباعدة في الصواني. وبعد ما نعمل المعمول ونحطه بالصواني بنسيبه شيء ربع ساعة 10 دقائق ليرتاح. هو طبعا اوتوماتيك بيرتاح لانه بنكون احنا عاملين كمية كبيرة، بس اذا كميتنا صغيرة يمكن حدا بده يعمل مقدار صغير، يفضل انه نسيبه ليرتاح شيء 10 دقائق. وبعد هيك نبتدي بس ندخله الفرن على درجة حرارة 180، ما تبقى حرارة عالية، بس ياخد اللون الذهبي اللطيف. ونطلعه من الفرن ونرش عليه كمية وفيرة من السكر الناعم بهالطريقة. طبعا حلاوته انه ينرش السكر هو دافي،
يعني أنا شخصيا هيك ما بعرف، ما معودتنا إنه هاي أحلى شيء للمعمول إنكم ترشوا السكر وهو دافي. في ناس بيرشوا وهو بارد، بس سبحان الله إحنا حبينا فكرة إنه نرشه وهو دافي. أعزائي المشاهدين، المعمول عندي جاهز، يفضل إني أغلف كل واحدة بورق من ورق الشمعي وأقدمها، وكل عام وأنتم بخير.